ميسي بالبشت القطري يتصدر المنصات العربية والعالمية. المشهد حاز إعجاب الملايين وسجل لقطة خالدة في تاريخ كأس العالم. فما حكاية هذا الزي التقليدي؟ البشت جمعه بشوت وبشوت، وفي بعض اللهجات المحلية مشلح، عباءة رجالية يرتديها العرب منذ مئات السنين، يرجعه البعض إلى زمن عيسى عليه السلام وفقا للوحات الفنية النصرانية والعبرية القديمة. لبس أهل الشام البشت، خاصة سكان الأراضي المقدسة. أما لفظ بشت فيرجع إلى الأكدية، لغة أهل العراق في أرض بابل، ويرمز إلى المهابة والجلال. لبسه الأمراء والحكام والنبلاء والكبار على مر العصور حتى صار علامة على الوجاهة والرفعة. يصنع البشت من وبر الجمال وشعر الماعز، تغزر هذه المواد بخيوط قطنية تستغرق حياكته وقتا طويلا ودقة ومهارة. طريقة الصنع هذه تسمى الدربوية، يفصل فيها البشت وتطرز أطرافه يدوية، ويكون التطريز والنمنمات من الزي الأصلي بنقشات وتصاميم متنوعة، منها المنديلي والملكي والمقطع والمكسر. قماش البشت متعدد، صيفي وشتوي وربيعي. للشتاء البارد يصنع البشت من الوبر والصوف، والقماش الخفيف يكون للصيف وحفلات الزفاف والمناسبات الرسمية، والأكثر رواجا القماش النجفي الياباني. والبشت نوعان، الجاسبي وهو الوشي المذهب، أول من لبسه أمير المحمرة الشيخ خزعل بن جابر، وجاسبي هو جده فسميت العباءة نسبة إليه. والبشت التحرير نسبة إلى الحرير، وخيوطه التي يوافق لونها لون العباءة. هذا النوع رائج في العراق لا سيما جنوب البلاد وفي إمارة المحمرة وبعض أنحاء الجزيرة العربية.